مرحبا بكم من جديد على قناة استثمار عرب. شكرا ل 9000 مشترك. النهاردة معانا موقع جديد للاستثمار، لسه صفر يوم، موقع موندي فارم. الموقع ده نبدأ نستفاد منه عن طريق الترويج ليه. الناس اللي هتستثمر في الموقع هتستثمر على مسؤوليتها الشخصية. الموقع هنا ليه أربع خطط استثمارية. الخطة الأولى بتدينا 7% عائد مدى الحياة، الحد الأدنى 10 دولار والحد الأقصى 4999 دولار. هنا بيديك كوميشن على أي خطة استثمارية من 2% ل 8%. الخطة التانية بتديك 8% عائد مدى الحياة، الحد الأدنى 5000 دولار والحد الأقصى 9999 دولار. والخطة التالتة بتدينا 9% الحد الأدنى للاستثمار 10000 دولار والحد الأقصى 49999. وهنا دي آخر خطة بتدينا 10% الحد الأدنى 50000 دولار والحد الأقصى 500000 دولار. الموقع تقدر تودع بيه البيتكوين والإيثيريوم واللايت كوين والبرفكت ماني ومحفظة البير. هنا دي آلة حاسبة بتحسب أرباحك في الموقع. مثلا لو احنا أودعنا 10 دولار، دي أرباحك اليومية، هنا أرباحك كل أسبوع، هنا الشهري، وهنا خلال الثلاث شهور. الموقع نبدأ نستفاد منه زي ما قلت لكم عن طريق الترويج ليه. الموقع هنا صفر يوم، لسه النهاردة بادئ، 22 نوفمبر 2019. تمام. هنا دي اجمالي الاستثمارات في الموقع، اجمالي السحوبات. الموقع الانفيزيتور الزوار 148، وهنا الاونلاين حاليا 76. هنا دي اخر ادعاءات في الموقع، وده اخر سحب من الموقع. هنا برضو السبورت، لو عايز تراسل السبورت. طريقة التسجيل في الموقع، بنضغط على كلمة كرييت اكونت، من هنا بنكتب اسمنا بالكامل، هنا اليوزر نيم اللي بنخش بيه، هنا الباسورد، وهنا الايميل بتاعك. بعد كده بنضغط على كلمة كرييت اكونت. بكده عملت حساب في موقع موندي فارم. نضغط على كلمة ممبر لوجن من هنا، ونسجل بيه اليوزر نيم والباسورد اللي احنا سجلنا بيه في الموقع. هنا لو نزلنا تحت بنلاقي هنا رابط الاحالة بتاعنا، بنبدأ نروج للموقع. لو عايز استثمر في الموقع بضغط على كلمة ميك ديبوزيت من هنا. بعد كده الموقع بيحولني للخطط الاستثمارية. مثلا هستثمر هنا 10 دولار في الخطة الاولى. تمام. هنا الارباح بتاعتي 7%. هنزل هنا كده واشوف المحفظة اللي انا هستثمر بيها. هستثمر مثلا بمحفظة البرفكت موني، هضغط على كلمة كونفيرم من هنا. الموقع على طول بيحولني لمحفظة البرفكت موني. ببتدي اضغط على كلمة ميك بيمنت، وبعد كده الموقع بيدخلني على محفظة البرفكت موني. ببتدي اودع في الموقع. من الموقع هضغط على كلمة ويزدرو فوندس من هنا. بعد كده بينقلني لصفحة السحب. ببتدي هنا اسحب الكمية على المحفظة اللي انا مثلا مستثمر بيها. انا مثلا مستثمر بمحفظة البرفكت موني، يبقى هسحب على البرفكت موني. هكتب هنا الكمية وهضغط على كلمة كونفيرم، وبعد كده بيبتدي السحب على المحفظة اللي انا مسجل بيها في الموقع. هنا الموقع زي ما قلت لكم نبدأ نستفاد منه لو ضغطنا على كلمة بونتي من هنا. الموقع عامل جدا للترويج ليه، بيدي بونص كويس جدا لليوتيوب والتويتر والفيسبوك. نبدأ نروج للموقع ونبدأ نكسب من البونص. اي سؤال واي استفسار تقدر تسيبه اسفل الفيديو. شكرا ليكم، والى اللقاء في فيديو اخر وشرح اخر ان شاء الله.